salim elini güzel bir geleyim ben ahmanım. Nasılsınız? Selamun aleyküm. Sıratı bilençli ve güzel. Rabbim video ile ilgilenmekte. Allah şuf size video. الاحتراف الفاسد ليفل طريق مستوى الثبات بلانك صارم مستوى احتراف فيه الولد مدود قد ايه قد حوالي 8 شهور شباب كانت فيديو شباب اتمنى فيديو اللي انا جابكم وتشوف قناة وفعل الجرس لا تنسوا من كل جديد سلام شباب اهلا بكم شباب نعم عليكم استاذ بلانش بوجيشن وده شيء اسمه بلانش الاحترافي ده قعدت في الشيء 8 شهور بالظبط اما عملت فورمولا اكتر كمان 15 شهور بالظبط زي ما انتوا شايفين شباب بلانش كده بفري شويه 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 مره معينه اتحسن ولا بلانش اتمنى شباب تدعمونا لايك وسبسكرايب للقناه لا تنسوا كل جديد دعمونا شباب بندور تشجعونا شباب عايز تشجيع منكم نجمد اكتر لازم يعمل كويس جديد تسلمونا شباب ده بس استعرض الفيلم دي شوية لازم نبقى فيديو على الاخر كده بسبب اللانش انا بس بقول ده 6 5 ثواني 7 ثواني كده على حسب لو عايز اعمل تسبب اللانش لازم الجسم ما يبقاش بايك ضارب لازم مستوى واحد كده لما تشوف الجسم شباب لازم مستوى واحد ممكن تزعل لو بالضبط كده لما تشوف الجسم الضبط ترد ترد بلانش مع الوقت تفرد رجليك ويكون اقل هولد 30 ثواني اقل هولد 30 هتحس بلانش البلانش تعمل لك كبير شوية لازم نجي لأخر شباب البلانش حاسس معايا ممكن أنا بلانش الوضع ده أتمنى شي فيديو يعجبكم وجربوا البلانش كيف في البيت لما تشوفوا كده بحاول بالاخر الحمد لله بلانش كيف معايا الحمد لله بس يا شباب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير وتعملوا لايك لازم تدعموا الجيم بالضبط حافظوا شباب طبعا لعب الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير القناة وتعملوا لايك وتفعل زر الجرس لازم لكم كل جديد استناكم بالجديد ان شاء الله المره القادمه السلام عليكم.